الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا إحنا كل يوم في بلوى جديدة وفي طامة ومصيبة جديدة، والله المستعان. ذيل مجموعة من السفهاء والمجرمين عملوا قناة اسمها أغاني قرآنية، وبلحنوا سور القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى سورة سورة وآية آية، بدوا من الفاتحة بيعملوها بالمزيغة وبالأورجن. عديل كده. والأسوأ من كده إنه في ناس بيشتركوا في الغنى دي، آلاف البشر، بل بينشروها. أول حاجة يا إخواننا، ده يعزف القرآن بالمزيغة بالأورجن والآلات الموسيقية، ده كفر بالله. ما في أي خلاف بين أي عالم من علماء الإسلام، لأنه ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، شوف الآيات واضحة، يكفر بها ويستهزأ بها، وده الاستهزاء بالقرآن الحاصل له، فلا تقعدوا معهم، يعني ما تسمع لهم ولا تجالسهم ولا تشترك معهم في الغناء. ده كله بيدخل في قوله تعالى فلا تقعدوا معهم ولا تنشر مقاطعهم، لأن ربنا قال فلا تقعدوا معهم، يعني ما تساعدوهم وما تجلسوهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لحد ما يتوبوا من الكلام ده. طيب إذا نشرت لهم المقاطع دي واشتركت معهم في الغناء أو فتحت مقطع ساي عشان تشوف القرآن بيعزفوه الموسيقى وانت راضي الكلام ده، الله قال إنكم إذا مثلهم، زي ما هم كفار لأنه استهزأوا بالقرآن، والاستهزاء بالقرآن وعزفه بالموسيقى كفر، كفر بالاتفاق، لأنه ربنا قال هناك عن الناس اللي استهزأوا بالقرآن، ربنا قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يلعب بالقرآن وبآيات الله وينبذ الصحابة وينبذ النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ربنا قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا ربنا قال إنكم إذا مثلهم، أنتم كفار العمل الكلام ده، اللي بيرضى به وبينشر مقاطعهم أو يشترك معهم في الغناء رضا بهذا الكفر والاستهزاء بآيات الله، الله قال إنكم إذا مثلهم، أنتم كفار زيهم هنا في الدنيا. أها، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ده هناك في الآخرة زي ما قال الحافظ ابن كثير، قال زي ما في الدنيا جالسهم ورضوا باستهزاءهم بالقرآن وآيات الله، قال في الآخرة برضو بجالسهم لكن في جهنم نفس العذاب. ابن كثير قال اللي بيحصل لهؤلاء المستهزئين بالكتاب حيحصل للمستهزئين منهم من الأصحاب، يحصل لهم طوال. والآية وقد نزل عليكم في الكتاب، الآية دي إشارة إلى الآية الأخرى في الأنعام، ربنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الله قال فأعرض عنهم، ما تخش غناتهم دي ولا تحضر عزف القرآن بالموسيقى والسخرية من القرآن، ديل بيسخروا من القرآن وديل أنجاس أرجاس، شفت كيف؟ ربنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اتقوا الله، تستهزئ بالقرآن وتستهزئ بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.